السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود النحاس عبد المجيد قسم الكيمياء مستوى تالت. هننقل لكم صورة مبسطة النهاردة إن شاء الله عن أول شابتر في مادة الكيمياء العامة فرع الإنورجانيك. بنأكد بس عليكم إن في ناس ياما اللي كانوا مدارس عربي خايفين من موضوع اللغة وإن الإنجليزي بتاعهم مش هيساعدهم إن هم يمشوا كويس في اللغة. ما تقلقوش من النقطة دي خالص، الدراسة بالانجليزي هتبقى سلسة جدا، وبعد ما تاخدوا العلم بالانجليزي هتستغربوا على اللي انتوا كنتوا بتدرسوه بالعربي. الموضوع كله هياخد منكم محاضرتين ثلاثة، هتفهموا المصطلحات كلها. الدكاترة بتعرب المصطلحات في المحاضرة، فانت عليك انك تكتب اللي الدكاترة بتقوله. زي ما قلنا محاضرتين ثلاثة، يعني بالكتير قوي شهر هتلاقي نفسك فاهم كل حاجة ان شاء الله والدنيا ماشية. واصلا طريقه شرح الدكاتره في المحاضره مش هتبقى بالعربي، مش هتبقى بالانجليزي اقصد، يعني هو هيشرح لك بالعربي بس بعد ما يشرح لك بالعربي هتلاقيه بيقول لك الكلام اللي قاله ده بالانجليش، فانت هتعمل زيه، هتروح تذاكر اللي اخدته وتمشي كده زي ما هو قال لك ان شاء الله. فما تتخضوش، فان شاء الله الدنيا هتمشي. الكيمياء العامه فرع الانورجانيك عبارة عن 3 شابتر. اول شابتر ده شابتر سهل جدا اصلا، يعني كلكم واخدينه ما تقلقوش في الثانوية العامة، عموما الكيمياء العامة كلها هتبقى انتوا واخدين معظمها. هما 3 شابتر، احنا هناخد النهاردة ان شاء الله على قد ما نقدر اول شابتر عشان نحاول نسهل لكم الدنيا علشان تدخلوا ما تبقوش متخضين في اول اسبوع وتبقى الدنيا معاكم مرتاحة شوية. الاورجانيك برضو دراسة سهلة جدا ما تقلقوش منها. اول شابتر معانا شباب في الاورجانيك، في الانورجانيك بيتكلم عن الاستراكشر اوف اتوم، يعني تركيب الاتوم نفسها، تركيب الذره. انتوا عارفين ان الذره عموما بتتكون من نواه اللي هي نيوكلاس، وحوالين النواه بيدور الكترونات. النواه نفسها انتوا عارفين ان جواها حاجتين، بروتون ونيوترون. البروتون بيبقى موجب الشحنه والنيوترون بيبقى متعادل الشحنه. الالكترونات بتدور في مدارات حول النواه، 7 مستويات رئيسيه زي ما انتوا عارفين، وبتبقى شحنتها سالبه، او زي ما احنا قلنا البروتون which have positive charge اللي عنده شحنه موجبه، النيوترونز which have neutral charge يبقى zero charge، الالكترونز which have negative charge. حاجه مهمه برضو انتوا درستوها قبل كده، ان كتلة البروتون تقريبا بتساوي كتلة النيوترون، بتساوي 1.67 نانو في 10^24 جرام. هو انت بس لازم تعرف يعني هما الاثنين، ان الاثنين قد بعض. في دكاترة مختلفين شوية على نقطة ان هما قد بعض، لان في الكتاب لما تاخدوه هو النيوترون يعني اكبر من البروتون بحاجات بسيطة صغيرة جدا، يعني تكاد لا تذكر، فعشان كده بيقولوا الاثنين قد بعض. الماس بتاعت الالكترون 9.17 × 10^28 جرام، يبقى زي ما انتوا كده عارفين 10^28 اصغر بكتير من 10^24. فبيقول لك ان الالكترون has very small mass، smaller than البروتون and نيوترون. فهم لما حسبوا العلاقة لقوا ان الماس بتاعت الالكترون بتساوي 1/1835 من كتلة البروتون. متخيلين الحجم؟ يعني البروتون اكبر من النيوترون ب1835 مرة. في سؤال مهم جدا انتوا كنتوا واخدينه، الاتوم is electrical neutral، why؟ ليه الذرة متعادلة كهربيا؟ لان العدد التوتال نمبر اوف بوزيتيف تشارج اللي هي البروتونات اللي موجوده داخل النواه بتساوي التوتال نمبر اوف نيجاتيف تشارج اللي هو الالكترونات اللي بتدور حول النواه، يعني عدد الشحنات الموجبه بيساوي عدد الالكترونات السالبه. فالسبب ده النواه متعادله كهربيا. معلومة برضو لازم تعرفها، ان الديامتر بتاع الاتوم بيساوي 1 انجستروم. هنعرف دلوقتي الانجستروم ده بيساوي كام اصلا. الديامتر ده اللي هو القطر، في حاجة اسمها الريدياس اللي هو نصف القطر،
وعندك الديامتر اوف نيوكلاس بيساوي 10 اس سالب 4 انجستروم. الارقام دي مش مهمه قوي، بس هي معلومات تعرفوها ليكم انتوا وخلاص. في ملحوظه مهمه كانت مبنيه عليها النظريات، ان موست اوف ذا اتوم از امتي سبيس وير ذا الكترون وير ار موفينج، معظم الذره فراغ بينما الالكترونات تدور حولها. ودي نظريه يعني وصلوا لها، انتوا اخدتوا الكلام ده في بنيه الذره في الفصل الاول في الثانويه العامه، وتومسون يقول لك ده الذره مصمطه، ويجي بعده دالتون يقول لك مش عارف فراغ والذرات متشابهه في العنصر الواحد، وبعد كده وصل نموذج راذرفورد اللي قال لك ان معظم الذره فراغ وبيتمركز في داخل في المنتصف نواه موجبه الشحنه كتلتها صغيره. للتحويلات انت عندك الملي بيساوي 10 اس سالب 3 متر، يعني لو عايز تحول من ملي من لو عايز تحول من متر لملي من كبير لصغير بتضرب في الرقم ده. المايكرو 10 اس سالب 6، النانو 10 اس سالب 9، البيكو 10 اس سالب 12، الانجستروم اللي قلنا عليه 10 اس سالب 10، في حاجه الفيمتو هي 10 اس سالب 15، وفي الدي سي 10 اس سالب 2. التحويلات دي بس ليكم انتوا تعرفوها وخلاص عشان هتستخدموها في التحويلات بعد كده ان شاء الله. زي ما قلنا يا شباب للتحويلات، لو انت هتحول من كبير لصغير يبقى هتضرب في القيمه دي، هتضرب في عكس القيمه دي اللي هو 10 اس سالب 3، 10 اس 3، 10 اس 6، 10 اس 9. انما لو انت بتحول من القيمه دي الصغيره نفسها بتضرب في القيمه دي. يعني مثال انت عندك المتر في 100 سنتي، فانت لو عايز تحول من متر لسنتي بتضرب في 100، انما لو عايز تحول من سنتي لمتر بتضرب في 10 سالب 2 او بتضرب في 1 على 100. سؤال بسيط على اللي فات، على جزء التحويلات اللي فات، لو عندك الديامتر بتاع الكلورين اللي هو الكلور اتوم از 1.8 انجستروم، عبر عنه في صوره النانوميتر وصوره البيكوميتر. طيب الانجستروم ده 10 اس سالب 10، النانوميتر 10 اس سالب 9، البيكوميتر 10 اس سالب 12. فانت عايز تحول كده من 10 اس سالب 10 ل 10 اس سالب 9 اللي هي بتاعه النانوميتر، يعني انت هتضرب في 10 اس سالب 1. تاني واحده انت هتحول من 10 اس سالب 12 ل 10 من 10 اس سالب 10 ل 10 اس سالب 12 اللي هي البيكوميتر، يبقى انت هتضرب في 10 اس 2 عشان تتحول للبيكوميتر. نيجي لحاجة مهمة بعد كده يا شباب، وهي الاتوميك نمبر او العدد الذري. انتوا عارفين جدا ان العدد الذري هو عدد البروتونات داخل النواة او الالكترونات اللي بتدور حوالينا. بالظبط هو ده الكلام، it's number of proton or electron in neutral atom or it's number of proton او الالكترون زي ما قلنا. حاجة مهمة برضو لازم تعرفوها وانتوا اكيد عارفينها، ان الذرة المستقرة او الذرة المتعادلة عشان تتحول لأيون في حد في طريقين، اما هتفقد الكترون او هتكتسب الكترون. ده بيتم عن طريق ايه؟ ده بيكون حسب الالكترونات اللي موجودة في المستوى الطاقة الخارجي، اما هتفقد او هتكتسب علشان توصل لحالة الاستقرار. يبقى ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير عدد الالكترونات. مفيش نواة بتفقد بروتون او بتكتسب بروتون او تفقد نيترون او تكتسب نيترون. التفاعلات بتتم عن طريق الالكترونات واللي بتكون موجوده في مستوى الطاقه الخارجي. الملحوظه ايه؟ الذي يتغير عدد الالكترونات فقط لكن يظل عدد البروتونات والنيترون ثابت. عندك الصوديوم 11 موجود في المستوى الطاقه الخارجي الكترون، فهو عشان يوصل لحاله الاستقرار بيفقد الالكترون لوز الكترون وبيتحول لصوديوم بوزيتيف، يعني بيبقى بوزيتيف ايون. البروتون اللي موجود في الصوديوم 11 بيساوي 11 بروتون، والبروتون اللي موجود في الصوديوم ايون بوزيتيف ايون هم 11، انما الالكترونات هي اللي نقصت فهو كان هنا 11 وهنا 10. الكلورين او الكلورايد 17 هيكتسب الكترون، عنده 7 الكترونات هو في مستوى الطاقه الخارجيه عشان يتحول لنيجاتيف ايون. طب سؤال بس، هو ليه هنا بقى بوزيتيف وليه هنا بقى نيجاتيف؟ لان هو هنا خسر الكترون، يعني هو خسر شحنه سالبه فالشحنه الموجبه عنده بتزيد، عكس الكلور. الكلور اكتسب
اكتسب الكترون، فاكتسب شحنة سالبة تزود عنده الشحنة السالبة وتقلل عنده الشحنة الموجبة، فيبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف. نيجي لنقطة مهمة، بيقول لك احنا بنستخدم عدد البروتون او الاتوميك نمبر، عدد البروتون او الاتوميك نمبر اللي هو عدد البروتونات، عشان تعبر بيه عن الاليمنت. ما بنعبرش دي طيب عن الالكترونات، لان البروتونات ثابتة، المادة او العنصر لو بيتفاعل عدد البروتونات عنده ما بيتغيرش، انما الالكترونات بتتغير، بيفقد الكترون، بيكتسب الكترون، بيشارك بالالكترونات، فعدد الالكترونات مش ثابته، فما ينفعش اخد حاجه مش ثابته مقياس او تعبير للاتوم. ده بالظبط اللي بيقول we can use the number of proton or atomic number to represent the element but we cannot use the number of electrons since it's changed not fixed. هنيجي للعدد تاني، احنا كده خلصنا العدد الذري، هنيجي للعدد الكتلي. العدد الكتلي اسمه الماس نمبر وبياخد حرف ال A. انتوا عارفين ان العدد الكتلي هو مجموع البروتون والنيوترون اللي موجود داخل النواة. It's the total number of proton and neutron او it's the sum of proton and neutron. ال X ده اللي هو اي element عندك. ال A اللي موجود فوق الماس نمبر اللي هو البروتون زائد النيوترون اللي هو العدد الكتلي. عندك ال Z اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو عدد البروتونات او الالكترونات. من المعادلة طبعا لو قلت لك حسب لي عدد النيوترون، يبقى تقول لي الماس نمبر اللي هو العدد الكتلي ناقص العدد الذري. دي حاجة مش جديدة عليكم شباب. سؤال صغير، هو بيقول لك what is the total number of proton and neutron in، هنا بيقول لك احسب لي البروتون والنيوترون اللي موجودة في الذهب اللي هو AU، العدد الذري 69 79، العدد الكتلي 197، عدد البروتونات اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو 79 بروتون، الماس نمبر اللي هو العدد الكتلي او اللي هو 197، عدد هو عايز عدد النيوترونات، يبقى تطرح ده ناقص ده هيدي لك ال 118 نيوترون. قيس على كده دول ودول ودول، حديد الحديد العادي والحديد البصري الاتوميك ماس. الاتوميك ماس دي حاجة مختلفة عن الاتوميك نمبر والماس نمبر، ده بيعبر عن العنصر في وحدة اسمها ال AMU، يبقى it's the mass of atom in atomic mass unit، يعني بيعبر عن الكتلة بتاعت الاتوم في حاجة اسمها atomic mass unit. الاتوميك ماس يونت دي بتبقى راجع لايه؟ بتبقى measured relative to carbon 12. carbon 12 هو اكتر عنصر يعني يعتبر موجود في الطبيعة، فهم لما جم يعملوا العناصر الماس نمبر الماس الاتوميك ماس بتاعت اي element اخدوا الكربون 12 معيار ليهم، فبقى الستاندرد ليهم او الميجر بتاعهم الكربون 12، فبيعبروا لكل عنصر AMU. انتوا عارفين ان الكربون 12 هو 12، فدي حاجة واضحة، فهم اعتبروا او افترضوا ان الاتوميك ماس بتاعت الكربون 12 بتساوي 12 AMU، فبقوا يجيبوا اي عنصر ويشوفوه هو قد ايه من الكربون، قد ايه من ال 12 AMU بتاعت الكربون. استخدموا طبعا في كده اجهزة سبكتروسكوبي اللي هي اجهزة طيفية اللي بتدي لك النسبة ما بين الماس، النسبة ما بين الكتلة بتاعت العناصر. ولازم تعرف ان العناصر الكتلة بتاعتها بترجع للكربون 12 زي ما قلنا، لانه موجود بصورة كبيرة في الطبيعة. السؤال بيقول لك لو قلت لك ان الماس سبكتروسكوبي جيف ذا ريشيو بتوين ماس اكسجين 16 اند كربون 12 از 1.332، وات از ذا اتوميك ماس اوف اكسجين 16؟ الاجابة بتاعتك انت عارف ان هما بيشتغلوا ان النسبة دي طلعت relative to ايه؟ relative to carbon، يبقى الماس بتاعت الاكسجين
على الماس بتاعت الكربون بتساوي 1.332 يونت لس، لان الجرام هنا راحت مع الجرام. انت عندك الماس بتاعت الكربون اللي هي 12 AMU، فعندك الماس، فيتفضل لك هنا الماس بتاعت الاكسجين على 12 AMU بيساوي 1.332، يبقى تقدر تجيب الماس بتاعت الاكسجين 16، هتضرب 12 في 1.332 والوحدة اللي تطلع لك AMU. يبقى كده انت فهمت ازاي هما لما جم يقيسوا العدد الكتلي او الماس نمبر بتاع اي عنصر، بيجيبوا العنصر والكربون في جهاز سبكتروسكوبي، بيبقى جهاز صيفي، بيطلع لهم النسبة، يقول لهم ان النسبة ما بين الكربون والاكسجين اللي انت جايبه لي قد كده. انت بالحسبة الصغيرة اللي احنا قلناها دي تقدر تطلع النسبة بتاعت الماس بتاعت الاكسجين. ده سؤال زيه عادي جدا، زي ما قلنا برضو ان الاتوميك ماس بتاعت الكربون 12 بتساوي 12 AMU، فالواحد AMU يبقى الواحد AMU لأي حاجة بعد كده بتساوي 1/12 اتوميك ماس اوف كربون. الملخص بتاع الكلام ده ان الاتوميك نمبر اللي هو الزد عبارة عن البروتون او الالكترون، الماس نمبر اللي هو الاي بيبقى عبارة عن مجموع البروتون زائد النيوترون، الاتوميك ماس الماس اوف اتوم ان اي ام يو ريلاتيف تو كربون 12. قلنا ده الاكس، لو لما يحط لك اكس زي كده يبقى ده بيرمز لاي عنصر، بيبقى تحت فيه الاتوميك نمبر وفوق فيه الماس نمبر. ممكن يحط لك الماس نمبر او الاتوميك ماس. الماس نمبر لما بيتكتب هنا، لو كتب لك الماس نمبر بيبقى رقم صحيح 12 13 14، لو معبر لك عن العنصر بالاتوميك ماس بتاعته بيبقى كسر. يعني لو العدد الكتلي اللي انت عارفه بتاع العنصر ده 12، لا هتلاقيه كاتبه لك 11.998 مثلا، وهكذا. الاتوميك نمبر بيبقى عدد صحيح طبعا، مفيش الكترونات او بروتونات مفرده مجزاه. معظم الاتوميك ماس اللي هو بيتعبر عنه بوحده الاي ام يو الاتوميك ماس يونت بيبقى عباره عن فراكشن، يعني كسر، ما عدا الكربون 12 لان هو ده الحاجه الصحيحه اللي هم بياخدوها ريلاتيف ليها. انت عارف ان الاكسجين انت متعود تتعامل معاه ان هو اكسجين 8 16، بس هو هنا معبر عن ال 16 دي بالماس نمبر. انتوا كنتوا في الثانويه العامه بتشتغلوا بالماس نمبر، ما كانش حد بيحط لك الاتوميك ماس اللي هي 15.998. تمام كده الجزئيه دي بخصوص بقى العدد الذري والعدد الكتلي والاتوميك ماس بتاعته. هنيجي لحاجه تانية مهمه وهي اسمها الايزوتوبس، وهي اسمها النظائر، بيكون للعنصر الموجود اكتر من صوره. التعريف بتاع النظائر: they are atoms of same element which have the same atomic number and different في الماس نمبر. النظائر دي بتبقى ذرات لنفس العنصر، يعني الهيدروجين، عنصر الهيدروجين بيبقى ليه ايزوتوبس، بيبقى ليه كذا صورة، يعني ليه ثلاث اشكال. السبب ده، طب الثلاث اشكال دول بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في الماس نمبر، بيختلفوا في العدد الكتلي، ومتشابهين كلهم في الاتوميك نمبر. يعني نظائر الهيدروجين كلها هتلاقيها هيدروجين 1، الديوتيريوم 1، التريتيوم 1، هتلاقيها كلها عندها العدد الذري واحد، بتختلف في العدد الكتلي فوق. ايه سبب اختلاف العدد الكتلي؟ لانهم بيختلفوا في عدد النيوترونات اللي موجودة جوه النواة. هم اختلفوا في العدد الكتلي لان هم اختلفوا في عدد النيوترونات بالظبط كده. وبيقول لك الايزوتوبس اتومز اوف سيم اليمنت ويتش هاف ذا سيم نمبر اوف بروتون اند ديفر ان ذا نمبر اوف نيوترونز. اعرف التعريف وليه وهم متشابهين في ايه ومختلفين في ايه وليه سبب الاختلاف بتاعهم. عندك المغنيسيوم مثلا، مغنيسيوم 12 24، 12 25، 12 26، النظائر بتاعت الهيدروجين هم ثلاثة، الهيدروجين 1 1، ديوتيريوم 1 2،
التريتيا مونثري. الأكسجين 8 16 17 18. بيقول لك هنا احنا بنلاحظ ان اللي ثابت هو عدد البروتونات، واللي بيختلف عدد النيوترونات. بيقول لك هنا بنلاحظ ان العناصر اللي عندها ايزوتوبس مختلفة موجودة في الطبيعة، بيتعبر عن العنصر ده في الجدول الدوري بحاجة اسمها الافريج اتوميك ماس، متوسط الكتلة الذرية، او ريلاتيف ايزوتوبيك ماسز اللي هي الافريج اتوميك ماس. دي بتبقى ايه؟ دي بتبقى الاتوميك ماس اوف ناتشرالي اوكيرنج اليمنت، بتبقى النسبة الفعلية، بتبقى الاتوميك ماس الفعلية اللي موجودة في الاليمنت، لان الاليمنت موجود في كذا صورة، فهو بيعمل افريج اتوميك ماس عشان يجيب لك الماس الفعلية. بتحسب الافريج اتوميك ماس دي ازاي؟ يعني السؤال ده غالبا ممكن تلاقوه في الميد ترم ان شاء الله. يقول لك يدي لك السؤال، يعني انا اجيب لكم مسألة بعد القانون ما تعرفه. الافريج اتوميك ماس، انك تحسب الاتوميك ماس بتاعت الايزوتوب الاولاني وتضربها في الناتشرال اباندنس اللي هي نسبة التواجد في الطبيعة، زائد الاتوميك ماس بتاعت الايزوتوب الثاني وتضربها في الناتشرال اباندنس، زائد الى ما لا نهايه، حسب بقى عدد النظائر بتاعت العنصر اللي هو عطوه لك. يعني ادي مثال اهو، بيقول لك احسب الاتوميك الافريج اتوميك ويت اللي هي الويت هي الماس للمغنيسيوم ام جي. لو قلت لك ان السامبل بتاعته فيها 78.7% من مغنيسيوم 24، الاتوميك ويت بتاعه 23.99 ام يو، وعندك 10.13% من مغنيسيوم 25، الاتوميك ويت بتاعها الرقم ده، وعندك 11.17% من مغنيسيوم 26، الاتوميك ويت بتاعها 25.5% ام يو. هنا في المساله دي انت عندك 3 نظائر للمغنيسيوم، دي النسبه اللي نسبه تواجد النظير الاول اللي هو مغنيسيوم 24، ودي الاتوميك ماس بتاعته والاتوميك ويت بتاعته، ده النظير الثاني ودي نسبه دي نسبه تواجده، ودي الاتوميك ماس بتاعته، ودي النسبه الثالثه بتاعه المغنيسيوم 26 دي نسبه تواجده، ودي الاتوميك ماس بتاعته. القانون كان بيقول لك ايه؟ ان الافريج اتوميك ماس بيساوي الاتوميك ويت او الاتوميك ماس بتاعه النظير الاولاني اللي هو مغنيسيوم 24 في الناتشرال اباندنس. مغنيسيوم 24 كانت 78.7% على 100 اللي هي في المية على 100 اللي هي بتبقى هتحول العلامة دي تقسمها على 100 وتجمعها على التاني اللي هو ده في ده، وتجمعها على التالت اللي هو في ده ده في ده، بس بتحول العلامة دي تقسم على 100، تطلع لك نسبة بتاعت المغنيسيوم في الجدول الدوري 24.31% AMU او اتوميك ماس يونت. ده كده كان اول شابتر سهل وبسيط، ممكن الدكاترة يخلصوه معاكم في محاضرة او محاضرتين تقريبا. يعني حبينا بس نوضح لكم الدكاترة يشرحوا لكم ازاي في المحاضرة، نفس اللي اتشرح بالطريقة دي ان شاء الله هتلاقوا الدكاترة بتشرح زيه. شدوا حيلكم من البداية، ركزوا ما تتدلعوش، اللي عايز ربنا يكرمه ويجيب تقدير يهتم بالمحاضرات من البداية ويذاكر أول بأول، وإن شاء الله تجيبوا تقدير. مواد سنقول على فكرة مواد تقدير، وخصوصا كيمياء عامة مادة تقدير وتقدير عالي جدا كمان، يعني اللي يشد حيله يجيب من 95 وانت طالع، يعني امتياز مرتاح أوي. إن شاء الله لو عرفنا